السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت من ناشري الكتب على أمازون من نوعية ما يسمى كتب ذات محتوى قليل low content books، وخاصة البلانرز الجورنالز النوتبوكس وسيميلر وركس، يبقى الفيديو ده مهم جدا علشانك، لأن هناك تحديثات في غاية الأهمية من أمازون لازم كلنا نعرفها طالما احنا من المهتمين بهذا المجال. تعالوا نشوف ايه هي هذه التحديثات وهل هتؤثر علينا ولا لا، ولا إيجابية ولا مش إيجابية. تعالوا نتعرف على جميع هذه التحديثات في هذا الفيديو. من ساعة تقريبا على صفحتنا على الفيسبوك أكاديمية كيندل لنشر الكتب على أمازون، كنت حطت لكم هنا نص الإيميل اللي اتبعت من أمازون، وبرضو الجزء اللي هم حطوه وفي نوع من الأكنولجمنت أهو على kdp.amazon.com، هناك أكنولجمنت أن هناك ما يسمى low content books، والجزء ده أنا هو حطته لكم على الصفحة. اللي في البداية بيحط تعريف أو definition يعني إيه low content books. A low content book has a minimal or no content on the interior pages. وهنا بيديني أمثلة على ما يسمى low content books زي النوتبوك والبلانر والجورنال وأذر similar works. هو بيقول لي هنا نقطة في غاية الأهمية، بيقول لي إن ده لا يتضمن البازل أو الأكتيفيتي بوكس أو الكالرينج بوكس. إيه السبب؟ لأن هذه النوعية اللي هي البازل أو الأكتيفيتي أو الكالرينج بوكس do not feature repetitive content، ما فيهاش فكرة المحتوى المتكرر في كل صفحة زي الكراريس مثلا. عشان كده هو بيقول على البلانرز والنوتبوكس والجورنالز ان هي low content books عشان فيها موضوع تكرار المحتوى. وهنا بيقول ان more details about low content books and how to create them will be available يوم 17. ان شاء الله يوم 17 هيكون في فيديو بكل التفاصيل اللي هم حاليا الشركة بتصيغها. وده نص الايميل اللي جه لمعظمكم. وهنا بيقول لي كلام في غاية الاهمية، بيقول لي من يوم 17 هتقدر تنشر كتبك اللي هي بتسمى كتب ذات محتوى قليل على KDP without ما يسمى ISBN. والISBN دي معناه International Standard Book Number، يعني كل كتاب بياخد رقم. زي هنا كده كل كتاب انت بتنشره Amazon او KDP بيدولك رقم لكتابك، والرقم ده وانس ان انت تنشر كتابك هذا الرقم لا يتغير، وفي نفس الوقت ما تقدرش حتى تغير العنوان بتاع كتابك لانه بقى مرتبط بهذا الرقم اللي هو اسمه ISBN اللي امازون بتدهولك ببلاش. على فكرة انا ممكن ابص الموضوع ده بشكل ايجابي، لان دلوقتي طالما انا هقدر انشر كتاب من غير ISBN، والله ده معناه ان انا بعد كده ممكن بعد ما انشر الكتاب اقدر اغير العنوان. على العموم مش هنستبق الاحداث وهنشوف ده ان شاء الله يوم 17. اكيد الرؤية هتكون وضحت النهاردة 12 مايو، خلاص 5 ايام ونعرف كل التفاصيل. طيب هعمل ايه كمان؟ ايه الجديد؟ اسمع الحتة دي، بيقول لك ايه فيها. من يوم 17 لما تيجي بقى تنشر كتاب من كتبك اللي هي بتندرج تحت ما يسمى low content books، you will check a box during title setup to identify your book as low content. يعني لما هنيجي ننشر الكتاب هيكون في خانة كده هنعمل عليها صح، دي بتدل على ان الكتاب بتاعنا احنا بنقول اهو هذا الكتاب يندرج تحت ما يسمى low content books. هل ده هيتعمل لكل النوعيات الاخرى من الكتب؟ الله اعلم. البوكس اللي تعمل عليه تشيك كده ده حتى هذه اللحظة هما بيقولوا ده هيكون للو كونتنت. ليه؟ علشان انت هتقول ان الكتاب بتاعي اهو ده خلاص مش محتاج الISBN وانا عايز انشره. حاجة بقى من اتنين، ركز معايا، من غير الISBN، لان خلاص امازون مش هتدينا الISBN. هو هنا بيقول لي تقدر تعمل ده من غير، او لو انت بقى عندك your own ISBN، لان احنا عارفين احنا ممكن نشتريه، لو عايز حطه، لو ما فيش مش مهم. هنا بيقول لي اهو you will then have the choice to publish، اسمع، without الISBN او to submit your own ISBN. فكرة بان امازون يدولنا الISBN مجانا will no longer be provided for low content books، which means ان لو انت عندك كتب بمحتوى سواء كان بقى فيكشن او نون فيكشن مفيش مشكلة، امازون هتديلك الISBN عادي، مفيش مشكلة خالص. الكلام ده فقط ينطبق على low content books. طيب ماذا عن الكتب القديمة اللي احنا نشرناها خلال السنين اللي فاتت؟ بيقول لي ما تقلقش مفيش مشكلة، كل القديم زي ما هو. if your low content books are already published and have a free KDP ISBN فيش مشكلة، you can continue using that ISBN. الحمد لله، حتى لو عملت اي تغييرات لكتابك برضو عادي مفيش مشكلة،
تحتفظ بالاي اس بي ان القديم بتاعك. اذا هي دي التغييرات، خلاص ما فيش اي اس بي ان للكتب بتاعتنا، في اكنولجمنت واعتراف من كي دي بي من امازون ان هناك شيء اسمه لو كونتنت بوكس، وان هيكون لي الكاتيجوري بتاعه اللي انا لما اجي كده اكتب العنوان هلاقي جنبيه بوكس اروح عامل عليه صح. مش عايز اي اس بي ان مش مهم، عندك يور اون اي اس بي ان تمام تقدر تضيفه لو انت حابب. اذا هي دي النقاط اللي انا حبيت اطلعكم عليها. من هنا ورايح الموضوع هيختلف زي ما اتفقنا، وممكن اعمل ده معاكم بشكل عملي من خلال نشر كتاب من النوت بوكس او البلانرز او الجورنالز اللي انا بنشرها، افرجكم بشكل عملي ازاي هنعمل ده. ويا ريت تشتركوا معانا عشان برضو تو بي ابديتد بكل حاجه جديده في هذا المجال، وهسيب لكم رابط الصفحه في صندوق الوصف. شكرا لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.